لكن خلوني أبدأ بأول خبر النهاردة معانا في هذه الحلقة، والخبر اللي يوري حضرتك يعني إيه النادي الأهلي، يعني إيه أخلاق ومبادئ النادي الأهلي، يعني إيه أو كيفية أن تفرق ما بين النادي الأهلي وأي نادي آخر. كابتن سيد عبد الحفيظ استخدم سلطته كمدير للكرة وخصم من كابتن حسين الشحات مبلغ مالي. النهارده النادي الاهلي من خلال اجتماع عقده كابتن محمود الخطيب غرم حسين الشحات وطالب بتطوير منظومه التحكيم. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والمشرف العام على الكره عقد اجتماعا ظهر اليوم مع لجنه التخطيط برئاسه كابتن محسن صالح وعضويه كابتن زكريا ناصف وبحضور كابتن حسام غالي زي ما حضراتكم شايفين في الصوره. كابتن سيد عبد الحفيظ ايضا مدير الكره كان موجود. ناقش رئيس النادي خلال الاجتماع ما جاء في التقرير المقدم من مدير الكره بخصوص الاحداث المرفوضه شكلا وموضوعا التي جرت بملعب الدفاع الجوي عقب مباراه امس الاول، ورغم ان النادي حقق ما تتمناه جماهيره هذا الموسم على صعيد البطولات التي شارك فيها وقدم موسما متميزا، ولكن هذا لن يكون مبررا للسماح بأن يخرج أي من عناصر المنظومة عن الضوابط الثابتة. لذا تقرر تغريم حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم نصف مليون جنيه. اشمعنى نصف مليون جنيه؟ دي من عندي كلمة اشمعنى نص مليون جنيه دي من عندي. ليه بقى عمل كده؟ لأنه بعد الأخذ في الحسبان اعتراف اللاعب بالخطأ والاعتذار عما بدر منه. وتناشد لجنة التخطيط الاتحاد المصري لكرة القدم ولجانه المختلفة وكذا رابطة الأندية المحترفة ضرورة مضاعفة الجهد والعمل على إرساء العدالة وتنفيذ ما تقضي به اللوائح الرياضية وفق معايير واحدة وواضحة في الجوانب الإدارية والتنظيمية والانضباطية والمالية مع كافة الأندية على حد سواء، وأن تكون هناك خطوات فاعلة لتطوير ودعم منظومة التحكيم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد وتحقيق أعلى درجات الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وحكام الفيديو المساعدين في تقليص الأخطاء التي تثير الجدل، خاصة أنه لا يزال البعض من الحكام لا يتعاملون بحزم مع اللاعبين الذين يرتكبون الأخطاء ويثيرون الأزمات. ولقد سبق أن طالب النادي الأهلي كثيرا بالاهتمام بمنظومة التحكيم في مكاتبات عديدة سابقة، ولا يزال يتطلع للاستجابة حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص والمصلحة العامة لكرة القدم المصرية. للمرة المليون النادي الأهلي بيؤكد بكل احترام على ضرورة الاهتمام بمنظومة التحكيم وحسن إدارتها وتطبيق العدالة على الجميع. وللمرة المليون اتحاد كرة القدم لا يحرك أو لا يتحرك في هذا الأمر،